السؤال دائما يسقسيه، واش قراءة القرآن جماعة بدعة؟ دائما هذا السؤال يسأل. وشحال من مرة وانا نجاوب على هذا الشيء، قلت لكم يا ودي الله يرحمكم الوالدين والله يجازيكم بخير، قراءة القرآن جماعة هل هي بدعة؟ لا نستطيع أن نجيب بالإجابة ولا بالنفي حتى نعرف ما هي البدعة. إذا عرفنا واسمه البدعة نصنف الأعمى. البدعة واسمه البدعة كما وردت في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، البدعة هي اختراع طريقة في التدين، الشرط الأول. الشرط الثاني لا أصل لها في الكتاب ولا السنة. والشرط الثالث المراد منها مضاهاة الطريقة التعبدية التي جاء بها رسول الله. إذا كانت لها تعلق وعد وطبقهم على كل حاجة، لأن ما نقدر لك على البدعة اصطلاحا، أما البدعة لغوية، البدعة اللغوية اللي ما دراش النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثت من غير مثال سابق. فالله بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض بغير مثال سابق. نحن كنهضروا على البدعة اصطلاحا. عاود معايا البدعة واسمه هي، الله يرحمه عليك، البدعة هي اختراع طريقة زيد في الدنيا ولا في الدين؟ في التدين، في الدين ماشي في الدنيا. أما في الدنيا الميدا والصاروخ والاكتشافات، سيدي ربي يقول لك انظروا واعتبروا وسيروا في الأرض إذا في الدين لا أصل لها في الكتاب والسنة، ما عندهاش أصل. والثالثة المقصود منها، إذا عندنا المسألة الفكرية والمسألة المقصود، والمقصود منها مضاهاته الجي قراءة القرآن. أنا بدي بالثلث الأول تاع القاعدة، البدعة هي اختراع طريقة في الدين، في التدين، في العبادة. هل القراءة القرآن جماعة هي طريقة اخترعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم، دارها النبي ولا ما دارهاش؟ قراءة القرآن جماعة دارها ولا ما دارهاش؟ ما دارهاش. الصحابة دارها ولا ما دارهاش؟ ما داروهاش. إذن فهي اختراع طريقة في قراءة القرآن لم يفعلها رسول الله. هذا الشرط الأول كاين. الشرط الثاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. يلا لا أصل، عندها الأصل ولا ما عندهاش؟ واش عندها ولا ما عندهاش؟ واش عندها؟ إلا ما عندهاش الأصل نزيدوا للشرط الثالث، ولا عندها الأصل نريضوها. عندها الأصل ولا ما عندهاش؟ عندها الأصل. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون أصحاب اللغة يقول لك يتلون، إما أن يقرأ الواحد والآخر ويستمعون، ولكن الأليق بيتلون أنهم يقرؤونها جماعة. والحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله والسلام ريض هنا. أما من تقول الثالثة، الثالثة واسمه هي المقصود هو مضاهاة الطريقة، لا احنا نقول المقصود منها ليس مضاهاة طريقة رسول الله. نحن نعتقد أن طريق رسول الله أفضل. علاش؟ لأنه إذا قرأ الواحد والآخر يستمعون فذلك أدعى للتدبر وكذا وكذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أفقه للقرآن وكانوا. لكن احنا الآن المقاصد بتاعتي، لو أننا نهينا الناس عن قراءة القرآن جماعة البدع وأنها بدعة، هل سيتحول الناس إلى القراءة الأفضل وهي قراءة رسول أن يقرأ الواحد الآخر يستمعون؟ ما كيناش. أنت إذا نهيت الناس عن هذا الخير فإنك ستؤدي إلى محاربة قراءة القرآن بكل الطرق. وعندنا واحد القاعدة كتقول لا يجوز أن تنهى عن منكر ولو كان منكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه. فإن كنت تعتقد أن قراءة القرآن جماعة كاع منكر، إذا نهيتهم عن قراءة القرآن جماعة وما غاديش يقرأوا فرضا، وزودت قد أديت إلى منكر أكبر وهو ما يبقى يقرأ حتى واحد القرآن. هذه واحدة. ثانيا أن القرآن يتفلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من آية أوتيها مسلمون أو فنسيها. ولذلك قلنا إن القرآن هذه يتفلت تفلت الإبل في عقولها، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكرر. فكانت قراءة القرآن جماعة من أحسن الطرق التي استحدثها المسلمون للمواظبة على التكرار حتى لا ينسوا فيقعوا في المحظور الخطير الذي ما رأى النبي ذنبا أعظم منه وهو أن ينسى القرآن. هذه ثالثا أن مجموعة من المسلمين لم يكونوا على صلة بالقرآن، فكانت قراءة القرآن جماعة هي السبب في تعليم كثير من الناس القرآن، وهذه من المصالح المرسلة. كم من مصلحة حققها وكم من مقصد. ثم الإمام مالك كتب الإمام مكحول في الشام فقال بلغنا أنكم تقرؤون القرآن جماعة بعد صلاة الصبح،
فكتب إليه الإمام مكحول قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم المكحول إلى الإمام مالك، نعم نقرأ القرآن بعد صلاة الصبح جماعة لأننا نراه أمر حسن في الشام. هذه أول ما ضربت في الشام. فكتب علي إليه الإمام مالك رادا فقال: إن قراءة القرآن جماعة بعد صلاة الصبح حسن. فأقره الإمام مالك على أنه حسن. قال: وأحسن من أن يقرأ الواحد والآخر يستمعون. فنحن ندور بين الحسن والأحسن. هذه غير طريقة. ثانية هي طريقة، هي طريقة، والوسائل حكمها حكم الغايات. تأخذ الوسيلة حكم الغاية، وغايتنا من القرآن جماعة هي مقاصد كلها شرعية: أن لا ننسى القرآن، أن ندرس القرآن، أن نجتمع على القرآن، أن نحب القرآن، أن نتعلم القرآن. لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.